نفس الغلطة من البداية، أداء بطولي بلا تهديف. لكن مش ده حنضل اللي بنشوفه في الدوري السعودي. شازا هارد لك للمنتخب المغربي، ولكن مبروك الأداء، مبروك علينا إحنا كشعب عربي وكجمهور عربي، رفع سقف طموحنا من مجرد التأهل من دور المجموعات لوصول لنص النهائي لأول مرة في تاريخنا. ونفكر باللقب أكيد. وليه ما نفكر باللقب؟ لازم نفكر باللقب صراحة. المنتخب المغربي في مباراته أمام فرنسا كان الأفضل طوال فترة اللقاء، حتى المنتخب الفرنسي هو اللي كان يدافع والمغرب هو اللي كان يهاجم. مزبوط. بس نفس الغلطة من البداية، أداء بطولي بلا تهديف، وين المهاجمين؟ وده اللي احنا تكلمنا فيه في حلقة من حلقات قبل كده، ولفتنا النظر ان في ثغرة هجومية ضروري الرجراجي يلحق يحلها من ساعة ما شفنا الفرص اللي ضيعها شديرة قدام المنتخب الأسباني. نصيري لوحده مش كفاية، كان محتاج ان يكون في حل. حمد الله احنا كنا فاكرين ان حمد الله هيكون في ايده الحل، لكن مش ده حمد الله اللي بنشوفه في الدوري السعودي. وكان في فرص كتير، كان غريبة، فرص كتير للمنتخب المغربي، يعني 12 هجمة للمنتخب المغربي. التحليلات او نسبة النجاح ل 12 هجمة 90%، يعني تخيلوا بانه كل هاي الهجمات كان في نسبة نجاح عالية انها تصير هدف، ولكن ما صارت هدف، والسبب افتقادنا للمسة الاخيرة. وبرضو مش عايزين ننسى ان المنتخب الفرنسي اثبت ان هو منتخب كبير بيعرف يتعامل مع كل ماتش ازاي، كل ماتش على حدة. ومش عايزين ننسى برضو وندي ديشام حقه، وما ننسى انه المنتخب الفرنسي منتخب ذكي جدا. تخيل انه مبارح هو اللي كان يدافع والمنتخب المغربي هو اللي كان يهاجم، وهذا الذكاء هو اللي وصله للنهائي. مظبوط، دي حقيقه. بس في نفس الوقت خلينا نستنى النهائي واثبت لك، والمنتخب الفرنسي شكله كده ناوي يثبت ان هو احسن منتخب مش بس في اوروبا، لا وكمان في العالم. هو بس في اوروبا، انسى للعالم. هنشوف هيعمل ايه قدام الارجنتين. عامه هو ده كان موضوع حلقه النهارده في بودكاست اثير المونديال مع شاز. وانتم متابعينا تتخيلوا ان المنتخب المغربي كان بامكانه يفوز مباراه على فرنسا؟